نبدا اليوم. السلام عليكم الاخوان ديالنا الجمهور ديالي كامل من تبارك الله من طنجة حتى للقويرة. بغيت نوصل لكم واحد الرسالة. أول حاجة قبل ما غنهضر باش تعرفوني علاش غنهضر، تنوجه التحية لسي عثمان. تحياتي لسي عثمان، تبارك الله عليك اللي عمل فينا الثقة وعيط علينا باش نوصلوا هذا الميساج هذا. اللي حنا اليوم تنتواجدوا في مدينة بني ملال، جينا تبارك الله لهنايا اللي كانت فيها باركة أوطو ديال الحاج اللي متخصص في إيسيزي اللي انتقل دابا لمدينة سوق السبت. عندنا هذا الاسباس الكبير، بغينا نوجهوا واحد الرسالة. علاش اللي ما تكونش عندنا حتى حنا شركات بحال المرسيدس ولا بحال الاودي ولا بحال البي ام؟ اليوم بغيت نوصل لكم رساله اننا عندنا هذا الاسباس الكبير، هذه لا ميزون كبيره، باش انكم تجيو عندنا انتم لهنا وتشوفونا في بني ملال. عندنا اقليم كبير، عندنا الناس اللي حماقوا حتى حنا على الالمان، عندنا الناس ديال تادله، عندنا الناس ديال ولاد يوسف، عندنا الناس ديال فقيه بن صالح، ديال البراديه. الاقليم ديالنا كامل تبارك الله باغي الحديد ديال المانيا. علاش اللي ما تكونش عندنا حتى حنا ميزون كبيره هنايا باش اننا حتى حنا شوفوا سيارات ويتبعوا لنا سيارات. عندنا الناس تبارك الله واصلين لاباس عليهم، تيبغيو يشريو طوموبيله تيقول لك انا الا شريت الطوموبيل خاصني نبقى ندير لونتروتيا مثلا في كازا. وتحياتي للرجال ديال كازا، تحياتي لمراكش. تيقول لك انا ما بغيتش نضرب كيلومتراج بزاف باش انني نبقى ندير بلاصه ما تيكونش عندي الوقت. علاش اللي ما يكونوش عندنا حتى حنا هنا؟ وهنا لقينا لاتولي كبيره تبارك الله مورا هذا الاسباس هذا، وما كرهناش هذه الرساله. كاع الملالين الاوريجينال اللي تنعرفهم، الناس ديال بني ملال الاوريجينال، وصلوا لنا هذه الرساله. هذه الشركات ديال الفولكسفاجن، ديال الفولكسفاجن كاينه، كاينه السكودا، كاينه الاوبيل، كاينه الفيات، كاين عندنا الهيونداي، عندنا كلشي. باقي لنا المرسيدس والبي ام، وباقي لنا الاودي. ما كرهناش وحده فيهم تجي تاخذ هذا السباس هذا ويعرضوا لنا السيارات ديالهم هنا، وغادي يكون البيع ان شاء الله ديما مستمر. وتحياتي للجمهور ديالي كاملين، وتنبغي باش انني هذه الرساله الملالي الاوريجينال يبارطاجيو هذا الفيديو باش نشوفوا حنا واحد الجماليه في شارع محمد السادس اللي غادي تورينا اطلاله على المدينه الجديده ديال بني ملال. مرحبا بكم كاملين. دابا ما بقى لينا الا السي عثمان هذا الموضوع، نوريكم الاسباس الجميل. دابا يلاه باش تكتشفوا معنا الاسباس كامل باش الشركه تعرف اشنو غتشري ان شاء الله. يلاه معنا.